صباح النور يا جماعة، احنا هنلعب مرة تانية لعبة باركور. ده بيضحك على ايه؟ ده بتضحك على ايه يا ابني؟ برضو يعني في حد اسمع حاجة اسمها انك تقعد تضحك عليا كده بجد؟ ايه ده؟ لايك والشير بقى عشان بصراحة يعني هو ضايقني، فانا كان ممكن اضربه بس انا مش هضربه، يعني كان ممكن اضربه، بيضحك عليا بيتنمر عليا يعني. بص دي حصة كمان الرياضة. يقول لك انت عايز تشتري؟ لا مش عايز اسرع عن نفسي، مش عايز. استني كده بقى. هو 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 يا ابني، خلاص يا ابني، الله ده كل ده سهل. استني بقى وسع يا ابني، وسع يا ابني. في حاجة اسمها كده، ايه ده؟ اقف على اللاستيكة دي ويفتح اللوكر وبعديها وقعت انت. ماشي يا ايه ده؟ اوعى تقول لي هي دي. ايه ده السهم اصلا بيشاور لي هنا؟ ايه ده؟ انت رحت فين يا ابني؟ السهم راح امريكا الجنوبيه. طيب احنا رايحين له، احنا كمان نروح معاه؟ انت ليه تروح لوحدك يعني؟ ما انا انت تروح لوحدك واحنا ما نروحش معاك يعني. ها ايه، خفت مني؟ تعالى هنا. يلا مش توخرك، يلا بقى ده كله. بس يا ابني انت ايه يا ابني؟ في ايه؟ عايزين نوصل يعني. هو ده برضه بذمتك ده طريقة؟ انا راضي ذمتك ده طريقة برضه يعني. يلا ده انت مشيت كله ليه؟ بيحاول انه يخسرني بقدر الامكان. تعالى انا هعلمك يعني ايه ما تسيبش سنتين. لا استنى بقى، دي لازم تشوفوا كده. لا دي هتوقعكوا، ودي برضه هتوقعكوا. هتعملوا كده دي بقى، بصوا مش هتنزلكوا تحت، هتكون مش مختفيه بقى، هي دي الصح. طب حركه كده ايه، انا استكشفتها، انا قعدت سنين عشان استكشفها. دي هي دي انا قعدت سنين عشان استكشفها. استنى يا ابني بس الصوت ده كله. بس عايزين بقى ندخل هنا كده. تعالى بصراحه، ايه ده؟ بيقول لك تكون مدرس. ايه ده؟ مش عارف بصراحة. ندخل بقى من فتحة التهوية دي ونقف هنا. عايزين بقى نطلع السلالم دي. لا ده سلم واحد، ايه اللي سلم؟ اوعى تقول لي ان هي دي نفس الحركة. ايه ده؟ انا اللي وقعني يا ربي بقى. تعالى هنا انت، ما اصل معنى ان انا ساكت لك ان انت تقعد تضايقني. يلا بقى كده، تعالى يعني مش غريبة انك تقعد تمشي ده كله وتستناني هنا يعني؟ ماشي، ده جاي يستفزنا، ده جاي يستفزنا. بقول لك ايه، يقول لك تبقى المدرس لسه ده عايز كل ايه يا ابني؟ في ايه ده؟ يلا بس كده يا ابني. استنى طيب، صدقني ما عايز اسرع نفسي. يلا بس عشان عايزين نمشي هنا كده. حرام عليك، انا المستهزئ ازاي؟ بصوا اهو انا عمال انط. انا راضي ذمتك، انا لمستها، راضي ذمتك انا لمستها، بس انا عشان اعمل وضع فيرست بيرسون عشان اتاكد فعلا لمستها ولا لا. حاجه غريبه بجد. عايزين بقى نمشي هنا كده. ايه ده؟ دي شكلها متاهه دي. لا مش بحب الميز، انا همشي كده بقى وخلاص بقى. انا مش شايف حاجه، انا مش شايف حاجه عشان طويل، فانا هعمل وضع فيرست بيرسون. اللي فرصها ولا فرصها؟ ايه ده؟ هو ده التخريج خلاص. ازاي بجد جت معايا حظ؟ يا نهار ابيض. تعالى هنا. انت ازاي اصلا تحرم يعني؟ ايوه وصلنا كده. ايه ده، انت رحت فين يا ابني؟ يعني انا امشي كده مثلا؟ لا هي دي النظام بقى، ده شكله هو النظام. ندخل هنا بقى كده. هي اعتقد هي دي. بس ايه ده؟ دي مش محتاجة ان انا نط اصلا. يلا نيجي هنا. ايه ده؟ تعالى هنا. وريني بقى كده. ده انت اهو بقى. شد اللي كله ان شاء الله. مش يلا انا جاي لك اهو. ازاي يا ابني؟ انا رجلي لمستها وبعدين خرجت نفسي. استنى بقى كده، استنى كده بقى عشان واضح ان في حاجه بقى. ايوه بس ايه ده؟
يا ابني ما خلاص يا ابني في ايه. يلا نروح تاني. نمشي هنا. بقول لك يا سهم ايه ده؟ بص يا سهم بص، بقول لك اني انا منجوب. يبقى ماشي، انا هشتكي عليك، انا هشتكي عليك للمدرس اصلا. وكل دي الوان، يا نهار ابيض، ده يا نهر، صدقني يا نهر. يلا بس، ايوه، هو مفيش غير حاجه واحده بس، وضع فيرست بيرسون. يلا انا كده، انت دايما اصلا بتقعد دايما تنقذني اطلع يا ابني بقى. كنت لسه بقول لك انت اللي هتقطع في نص ده، هو اللي هيقعد يخسرني. يلا خلي بالنا من احنا بننط ازاي. بذمتك انا اللي مستاهل، بذمتك انا وقعت من امس. بيوقعوني ظلم على فكره، الباركور ده اكتر باركور ظالم على فكره. يلا بس بتاعتي صعبه قوي يعني، انا هقطع الفرع دي ازاي؟ طيب ده اللي هيلعب باللاب اطلع ايه بسيطه دي. ده كله يا مفتري، ده كله. يلا عشان بس عايزين نوصل بس الاول. بيقول لك اشتري بيسا دايما، اشتري حاجه يا ابني، هتعمل ايه لو انا اشتريت من المحل بتاعكم ده؟ انا عايز اديكم احلى ديسلايك في العالم. يلا ايه ده؟ هو ده نظام برضو توانا دي ترجع اعرفها ازاي دي؟ بسلم المره دي، انا المفروض اخدت تشيك بوينت. استنى بقى كده، لا انا ما اقدرش اعرف من دي، لا اعتقد اقدر، اعتقد دي، اعتقد دي لا، لكن دي لا اعتقد هي اللي انا بجد ماشي معايا حظ. ابو دي اعتقد دي، اعتقد دي. طب يا ابني انا اعرف منين؟ طيب ماشي، اعتقد كانت اول مره كانت هي دي، هي دي ولا انا مش فاكر. هي دي، هي دي. خلاص عرفت الطريقه هعملها ازاي. بصوا بصوا، دي بتختفي، دي بتختفي دايما. بصوا على العمود، عمود التركي، ها دي ما اختفتش، دي ما اختفتش، دي ما نمشي عليها. يبقى عشان برضه نسيت، لا دي لا، دي لا، دي لا. بصوا دي اعتقد هي دي، قدرت ذمتكم مش هي ما اختفتش، قدرت ذمتكم مش هي ما اختفتش. بس عشان دي محتاجه حفظ جامد، دي يبقى هي دي. طب مش معنى ما عملتش مع اخر واحده، وليه لازم اخر واحده تضايقنا؟ ايوه هي دي المفروض، ايوه كده بس كده يا ابني. بقول لك ايه يا ابني، بص يا حبيبي، انا تعبت، انا عن نفسي تعبت، فخلاص بقى خلاص. يلا عايزين بقى نطير كده. انت رحت فين يا ابني؟ انت رحت فين؟ انا بالكو دي لعبه باركور دي، انا عامل احلى ديسلايك اصلا من اساسها. يلا بس عشان عايزين نقطع الكتب دي الاول، الكتاب الاخضر ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالى هنا، تعالى انا يا سهم هنا بونبوني هدولك، تعالى ده بونبوني خد اهو، شوف هرب مني مش عايز ياخد البونبوني. تعالى هنا، تعالى هنا، مين ما بيحبش البونبوني؟ ها تعالى هنا، تعالى تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا. انا هوريك دلوقتي، انا هوريك دلوقتي. لا لا يا راهر، انا هوريك دلوقتي هعمل فيك ايه. والله دلوقتي عشان عايزين بس ننط هنا كده، وننط هنا ايوه كده، ونوصل هنا وبس كده. ايه ده ايه ده؟ ده مينفعش اصلا اقف هنا. بذمتك 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 انا لمستها. ايه ده، وانا عديت دي ولا لا؟ ما عديتها. ايه ده، طب عديتني من الاول كده ليه؟ هي بقت كده مفيش هنا تشيك بوينت. ايه ده اصلا؟ احنا المفروض ما نمشيش من هنا، المفروض ندخل هنا يا ابني. يا ابني طب يعني سهم مش تقول لي بدل ما انت سايبني كده حافظها لك كسر؟ تعالى هنا، تعالى هنا، ده انا هعلمك. ايه ده، ده ازاي مشيت كده كالسرعه دي؟ سرعه ايه دي؟ ايه ده؟ ايه المكان ده؟ مش عارف بصراحه. ايه ده؟ عايز اقف بس على دي الاول. يا ابني تعالى هنا يا ابني، بابا انت ايه ده يا ابني؟ في ايه؟ تعالى 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 تعالى، انا هوريك دلوقتي، انا هوريك دلوقتي. تعالى تعالى بس كده يعني، انا هو جاي لك. تعالى انت فاكرني ايه؟ خلاص انا بقيت شاطر في الحاجات دي. تعالى انت عمال تتحداني، يلا ده لو حبك كمان ده اللي هسبقك. بس دي الصفحه اللي عارفه اعملها دي. يلا ده انا بمشي بسرعه كمان. تعالى يلا يلا، تعالى هنا يلا، تعالى هنا. اكتر لون بحبه البيربل بجد. باب ايه ده؟ الباب السحري؟ احنا دخلنا جوه المكتبة ولا ايه؟ ده بيشاور لي هنا،
يبقى اعتقد هو المكان من هنا. وسام بيشاور لي انا جوه. شفت يا سهل كلهم كريمين ما عدا انت. ايه ده بقى؟ لا انت كده مش كريم خالص. ايه ده؟ ما خدتش بالي ان دي لازم انط فيها. ده بقى كده سهل عشان بصراحه تعبت يعني. ايوه انط في دي كده. ها كنت ها. ايه ده؟ انا لو لبست دول هموت. كنت زي ما انا تخيلت. تعالى تعالى انا هوريك دلوقتي بقى. ايه ده؟ امشي على المسطره دي. مش عارف بس انا ممكن اقف على دي الاول. يا ابني تعالى يا ابني انت بتروح فين طيب يعني؟ انا عايز افهم يا ابني. طب انا رجعت. ايه الرخامه دي؟ استنى بقى كده. ايه ده بقى؟ انت رحت فين بقى؟ استني بقى تعالى انت هنا بقى. تعالى ده بقى كده. ايه ده عايز اوقعها. سهم بيشاور لي هنا. خد يا سهم كلهم كريمين ما عدا انت بجد. صدقني انا بشهد كلهم كريمين ما عدا انت. شوف بيسيبني ويمشي. شوف مش محترم كلامي. تعالى هنا. مش معنى ان انا ايه ده؟ ده مشي من فوق برنط. تعالى انت انا اوريك. يا راهر انا اللي وقعني. استنى بقى يا ابني. استنى بس. قبل كده يعني انا قبل كده ما شفتش الذكاء اكبر من كده يعني. انا راجع تاني. دخلت جوه الباب السحري مره تانيه. بقول لك ايه؟ مش كده بقى. انا تعبت. تعالى والله تعالى كده انا اوريك دلوقتي. تعالى انت شوف كله كريم ما عدا انت. صدقني انا مش ببخل عليك. عايزين بس النوت. يا راهر تاني. استنى بقى كده. عايزين بس النوت هنا كده. ده مش يا نهار ابيض واحد بس. ده يا ناهر. يا ناهر يا نهار ابيض. يا ابني في ايه يا ابني؟ يا ابني ايه يا ابني في ايه بس؟ هو بس ايه عايز ياخدني كده. شكل السهم بدأ يصعب علينا الحاجات. شكلك انت يا سهم الاوحش بجد من المدرس. زي ما احنا بكده لعبنا ستريكت تيتشر. اخيرا وصلت. لا دي مختفية دي. لا دي برضه مختفية. يعني خلوا الاحمر هو اللي يكون معانا. ان الاحمر اكتر حاجة شبه الليزر. ايه ده؟ هي دي المفروض. لا وده هو اللي ايه ده؟ انا كده خلاص خلصت ولا ايه؟ انا كده خلاص يعتبر كده خلص. طبعا كده هيكون الفيديو ايه خلاص وصلنا نهايته. زي ما انا قلت لكم لايك وشير ولا بقى سالي.